أنا نوال فرج، طلعت كيف نأسس مشروع صغير، وكانت الدورة كتير جيدة، وبشكر فريق العمل اللي أعطانا هاي الدورة، وكتير استفدت منها هاي الدورة بالنسبة لمشروعي. أنا بصنع حلويات، وكتير فادتني بالنسبة لكيف دراسة المالية لمشروعي، وعطتني كتير معلومات ومعنويات كمان، كمان كيف سوق المنتج عندي، وكتير استفدت منه هاي الدورة. وهاي الدورة قامت أخذناها مدة أسبوع، وكتير سيدات كمان استفادوا من هاي الدورة. هذا كل شيء بالنسبة لهاي الدورة اللي أخذناها، وإن شاء الله بالنسبة لمشروعي أنا بعمل حلويات عربية، إن شاء الله يكون كمان استفدت أكثر وأعرف كيف كمان سوق للأحسن، يعني للمنتج اللي عندي. وشكرا. رمي عمكاري حمدان، عملت الدورة اللي بعتتها البيت، أنا بشكرها كثير. هي دورة لإنشاء المشاريع. أنا كان عندي مشروع براسي، وأكيد أخذت التعليمات الصحيحة من المدربين، كثير مدربين كانوا معنا مرنين وعطونا معلومات كثير استفدنا منها، وحطيت المشروع بشكل جيد يعني خطوة خطوة. أكيد تنورت بأشياء كثير أنا ما عندي خبرة فيها، إن شاء الله إنه يكون في إفادة لإلي بهذا المشروع، كونه إنه أول مرة أنا بفوت بحق العمل يعني كمشروع. هلأ نبلش مشروع صغير وإن شاء الله بيكبر، والمعلومات اللي أخذناها أكيد كثير فادتنا يعني لحتى نظمنا المشروع، لحتى لا يكون نسبة النجاح فيه عالي يعني قدر المستطاع. ثانك يو لهم البيت والمدربين، كثير كانوا كانوا كثير كريمين يعني، ومعطائين الصبايا ومعطفين، كثير بشكرهم.